السلام عليكم ورحمة الله. السلام. شو تريدين انت وهالولا اليوم شو تريدين من عندي؟ اريد السوق. انت السوقين تريدين؟ ايه انا اخذتها كلها سوق. بس هناك خطر شارع هذا، والشارع هذا يعني يخوف. شوفي شوفيها، شوفي شوف الشارع. انا مو بشر السوق. هو ادري بيه البشر السوق. كانت شفتي لي واحد يعني حمار ويسوق؟ بس البشر السوق. يعني هاي تاكل مصعد الماي يعني تاخذين السياره من السوق؟ ايه عليك الله. والله بس هنا خطره والله، مو بالمطار. لو بالمطار خليك كان السوق. كان المطار هم خطره بيها ذيب. شوف هاي سيارات، هاي شوفي شلون، هاي شوفي كلها حوادث. شوفي يا يابي، انا سوي بيها مصيبه موتني. موت كنا نموت يعني، اذا السوق هنا نموت. ليش ندعم السيارة؟ احنا شنو السبب ندعم السيارة؟ على مود انت تسوقين يعني؟ لا، عمود نبيعها ونشتري سيارة. هو ذا بعناها غير ما ظل فلوس يعني، هسه تسوى له 50 ورقة، من تدعم 10 ورقة تنضم. ها؟ يصير 40 ورقة. ها؟ يصير 40 ورقة. يعني يصير انا 40 لو نخسر 40 ورقة. وتجمع فوقان هاي. اروح اجمع يعني ادعم السيارة واجمع، خل نبيعها ونشتري لنا واحدة جديدة مو أحسن؟ لا عين، احنا نريد نكسرها ونبيعها. نكسرها ونبيعها. لا نكسرها على ايدنا. نكسر على ايدنا، هي تصير بركه بها اكثر. اي صح. انت هالولا شنو هالحكي هذا؟ يعجبك هذا الحكي؟ لا. ها؟ كسر الجامع منه. كسر الجامع. الله الله الله. اي والله مليانين من هاي السياره. مليتهم. روح انا صعدنا سياره كرار، انا بعد ما اريد شن تصعدني وياي ذوب. لا عيني، احنا نطردك واحنا السوق. انتم تطردوني وانتم السوق من الشهر. يعني هسه من ننزل توصلينها للبيت؟ لا لا، انا انزل اخذ السياره، اجر سياره وامشي للبيت. واريد السياره جي. لا ثاني شي دلينا بالبيت. لا تندلين انت رقيه بعد، شو ما تندلينا؟ ها شايف قدامك اسد؟ لا مو اسد، عارف وحده فد وحده وكحه. الله وكيلك ما تتدبرين دوم. بس انا اكثر من طولك. انت اطول مني يعني؟ ايه خير اطول مني جسمك الثاني. ايش تريد؟ خير ان شاء الله. خير خير في قبر هاي السيارة. لا بعد أطول. لا بعد أطول. خلينا نفول بنزين هسه. مو يلا. أوكي يلا. إيش كاظينك؟ لا يا أبك شو تكاظيني؟ عندك فلوس تطيني تقرضيني؟ لا ما عندي. كان هم ما عندي. أنا ما عندي. راح نقول لعمي لبر بنزخانة، نقول لعمي ما عندنا فلوس. شو تقولين؟ يطردك. ليش يطردك؟ ما يطردنا. اكو واحد يطردنا. اكو واحد يطرد للشيخ معمم، شلون يطردنا؟ حرام حرام. حرام. هاي يسمونه بوق. يعني يسمونه بوق. ايه يعني هسه اذا ما يطينا يسمونه بوق. غلس. ايه تقليص حرام. شوفي حتى بنزين ماكو. غلس غلس غلس. التقليص حرام. عندك فلوس تضفها ولا ما عندك؟ نروح للمنزخانه الثانيه ونشوفه يطينا بنزين ببلاش لو ما يطينا. شو تقولين؟ ايش انت تضحك علينا؟ غضبتنا منه وطلعتنا. هسه راح اروح له، راح اقول له فول لي السياره ببلاش. خوش يلا اروح له. هسه راح اروح له والله. خوش خوش. شوف اقول لك انا، انت عندك فلوس روح فول. انا منين الفلوس؟ منين لك؟ اي ها اي غيرك ما عندي فلوس. انا منين الفلوس؟ ها بابا اذا ماكو فلوس تعال خلينا نمشي لبيتنا. نمشي للبيت وغير يكون عندنا بنزين على مود نوصل. ماكو. ها نشيل بيتنا. روح 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 روح. بابا مستفلس شلون؟ كمل دربك كمل دربك، ما عندك فلوس دائما كمل دربك. كمل دربك. شو اخلي لها ماي مثلا؟ شو اخلي لها؟ ندفعها. ها؟ ندفعها. ندفعها سيارة؟ طبعا. ما عندك فلوس تدفعها. ما عندي فلوس ولا دينار عندي. وانا بالبنزين. ها؟ ارجع لي ورا خلنا نشوف السيارات تطلع. ها؟ يلا اخذ سايدنا نتوكل على الله. زهراء بابا اسد يا لي قل لي قل البنزخانه انت اني لا رقيه راحت قل لي قل لي يا بري اني ما اقول بس ينحسب الذنب عليك مو علي. خوش ما يخالف الذنب علي وش إيه؟ بس قل لي على البنزين. شو تقولين؟ يلا الذنب عليك مو علي يعني
اي ما ابي هالشيء هسه ما يخل انت قل لي لو انا راح اخليني بسيارتي. ايش بيك انت؟ هو بس الذنب يعني شنو يعني ذنب؟ ماكو ذنب. ما تكلم من يمه راح نروح لابو البانزخانه ونقول له عم اعطينا ببلاش. بس انا ها راح اقول لك انا راح اروح اقول لابو البانزخانه واقول له ما اقول لك عم اقول له عمي ما عندي فلوس. لا اذا اقول لك لا 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 ما اخذ لا لا محلل ولا محلل. لا لا اسمعيني اسمعيني انت انا راح اقول له وراح يعطيني بنزين ببلاش. اذا سكتي راح نحسب عليك ذنب لان انت ما قلت لي بالبنزخانه. اوكي لا يعني ما نحسب على الذنب. لا 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 اذا غير يقول لا ساكت عن الحق شيطان اخرس. ساكت عن الحق شيطان يمز والرحمن ايه ها خلاص انا هسه اليوم راح اروح لبالبنزخانه وابوقه اقول له اليوم تعطيني بنزين ببلاش. خوش انا عندي هاي فلوس بجيبي وما راح احطي هنا له. حرام لو حرام لو حلال؟ لا حرام. حرام. خوش انا راح ما اعطيه الحرام راح ينحسب علي مو؟ ايه ما ينحسب علي. لا ما ينحسب بس علي. بس انت اذا سكتي هم راح ينحسب علي ذنب. ايه راح ينحسب ذنب. لا هسه شوف شو لا يعني راح تقولي لي بالبنزخانه تقولي لي يابا انه عنده فلوس مو؟ هو انا صراحه اروح اقول له ما عنده فلوس. هو عنده فلوس.